دكاتره في الفيلد دلوقتي موجودين عندهم رول، قبل ما يمد ايده على الضرس يعمل فيه اي حاجه يعمل لك جذور. زراعه جميله خلاص، انا عندي ضرس مصاب خلاص شيل وزرع مكانه، ايه المشكله؟ ما ينفعش، خلقه ربنا ما فيش حاجه تضاهيها ابدا في الدنيا كلها. الماده المستخدمه هي كور النجاح، سر النجاح في التركيب. الزراعه في اي حاله ما تزيدش عن 10 دقايق، انا دايما بحب احط كل حاجه في مكانها. الدكتور اسراء احمد السعيد، استشاري جراحات الفم والاسنان بكليه الطب القصر العيني، ماجستير جراحات الوجه والفكين كليه الطب القصر العيني، ماجستير جراحه الفم والاسنان كليه الطب القصر العيني، حاصل على الدبلومه الاسبانيه لزراعه الاسنان جامعه سيفيا، عضو الجمعيه الامريكيه لجراحين الاسنان. اهلا بكم. الحقيقه في ناس كتير بتضر اسنانها باكلات ومشروبات خطيره جدا. المشروبات الغازيه، ماكولات الحمضيه من اسباب الاساسيه لتاكل الاسنان. خلي بالكم من الحكايه دي. الناس بقى اللي مثلا بتاكل اكلات فيها نسبه حمضيه عاليه جدا، ماكولات حمضيه مثلا زي الماكولات الحمضيه زي الطبيخ، الحاجات اللي فيها مسبكات كثيره، الحاجات اللي فيها برضو المشروبات بقى الغازيه كلها، المشروبات الليمون، كل ده ممكن يكون له تاثير سلبي جدا. المشروبات الغازيه دي بتاكل طبقه المينا، المشروبات الغازيه دي بكل الوانها بقى، عشان في ناس برضو يقول لك ايه اصل الدارك مش عارف ايه انا بشرب الوايت، يا باشا كله بيأثر على المينا، بتسبب تاكل في الاسنان. عشان كده احنا على طول شربنا لهذه الاشياء واكلنا للاكلات الخطيره جدا زي مثلا النكهات المشهيه، الحاجات اللي بتتحط على الاكل، كاتشب، الله يخرب عقلك يا اللي اخترعت الكاتشب ده، ممكن يدمر سنانك. كمان قللوا شويه من مبيضات الاسنان، في ناس بتستخدم مبيضات الاسنان، في حاجات كتير جدا بتحمي بقى السنان زي التفاح، الموز، كمان الحاجات الفاكهه، التين بيعدل الوضع الحمضي الموجود في السنان. ارجوكم استخدموا فرشاه السنان عشان تزيلوا البقايا بتاع المواد الحمضيه اللي بتاكل الاسنان، وفي النهايه بتلاقي نفسك قدام مشكله كبيره جدا اسمها مينا راحت، مينا ضاعت، والسنه بقت ما فيهاش حمايه، ما لهاش حاجه تحميها. طبعا انا كلامي كلام راجل طبيب بشري بيتكلم على الاسنان، بيبقى عامل زي بالظبط ما تتكلم مثلا عن خطه ليفربول قدام يوفنتوس في نهائي ماتش مثلا مهم، فبيبقى كلام لطيف جدا يعني، بيبقى كلام انت عارف بلد، لكن اسمعوا بقى كلام المحترفين اعتقد هيبقى كلام واقعي بشكل اكبر. ضيفتي العزيزه المبدعه دائما صاحبه الكاريزما والحضور الرائع، زي ما بقول دائما حلقتنا مع بعض بتبقى يعني دفتر يوميات او يوميات في دفتر احوال دكتورة سنان، متميزة للغاية هي الأستاذ دكتورة إسراء السعيد. أهلا بيك يا دكتورة إسراء. حلوة حتة دفتر أحوال دي. أيوة ذكريات لا لا ذكريات الأسبوعية. حصل إيه الأسبوع ده؟ بالظبط كده. أنت نقيت النهاردة إن إحنا نتكلم على الجذور الأول. إيه بقى ليش ما إحنا أول مرة يعني تبدأي بجذور الأسنان؟ ما أنا قلت بقى نقول حاجة جديدة يعني نعمل واللي حصل في خلال الأسبوع ده حاجات كتيرة جديدة. بالظبط هو اللي حصل خلال الأسبوع دوت ذكرياتي مع الجذور. والله بص هو أنا بقيت ألاحظ إن بيجي لي مرضى كتير بيروحوا لدكاترة عندهم جذر متبقي من ضرس الدكاترة بتقرر إنها تخلعه. دوت موضوع على فكرة له صح وله غلط، بمعنى لما يكون الجدر دوت فيه امل انا اول واحده بجري عليه واول واحده بتجري على علاجه، لكن في ناس بتيجي بجذور مستحيل انها تتعالج فعلا، يعني بيبقى الجدر مكسور ومتعفن وابتدى يعمل طحالب، خلاص ده موضوع منتهي او حاجه زي الفطريات يعني الطحالب دي هزار يعني. طيب ده كلام ما ينفعش ان احنا نتكلم ان احنا نعالجه، لكن في حالات بتبقى فعلا خساره انها تتخلع، بس بيروح لدكتور يقول له لا خلاص ده نو واي ده خلع. بيجي عندي فصورت بقى كام حاجه كده ان احنا نقعد نتكلم عليها ان احنا لا في امكانيه ان احنا نعالج. يعني بص فوق يمين دوت جدر، راحت لدكتور قال لها لا نو واي او يعني
المريض دوت راح للدكتور قال نو واي، لا احنا كده مش هينفع ودوت هيتخلع. انا شايفه ان دوت خساره، انا طلعت منه ناب كامل، هتلاقي شكل الناب اللي احنا بنينه اجمل من السنان اللي جنبه. وبعدين طريقه الشغل، يعني احنا بنشتغل الحاجات الدقيقه ديت بنشتغلها بحاجه اسمها رابر دام او عازل. الرابر دام دوت بيخلي العزل قوي جدا، تقدر تقعد ترسم كأن انت فنان وتنظف الجدر وتحط فيه مسمار، تعمل علاج جذور، تغسل بمواد ملينة، تغسل مواد مطهرة، تعمل شغل حلو جدا والدرس معزول او الجدر معزول وبنينا، والمفروض ان احنا نحط عليه كراون. يعني هو مش عايز اقول لكم هو طالع شكله رائع لدرجه العيان قال لك طب هنحط ليه، احنا كده حطينا؟ لا والله يا فندم كده ما حطيناش، احنا كده بنينا، قدرنا نحافظ على جدر. ده في حد ذاته شايفه ان هو يعني رائع جدا وجديد. زمان كان السن انت عارفه لما بيقولوا سنه متهلكه بيشيلوها، بيقول لك شيلها. دلوقتي انتوا بقيتوا عندكم قسم اسمه الريستوراتيف. طبعا حلو انا كده حلو. لما عرفت ريستوراتيف كده خلاص عديت. قادم بقوه، قادم الى احكي لي بقى ايه الريستوراتيف ده. ريستوراتيف انت بتريستور، يعني بترجع اللي راح من السنه. ريستور يعني بتحافظ او بترجع اللي راح. هو دوت ريستوراتيف اللي هو انت عندك حاجه حصل فيها دامج او تدمير معين او باظت من اتجاه معين، الشطاره ان انت ترجعها زي ما ابتدت. هو دوت ان انت ترجع، حتى دايما الحاجه اسمها ريستوريشن، يعني ان انت رجعت المفقود من الدرس، رجعته في مكانه تاني. هو اللي بنعمله دوت هو دوت الريستوراتيف او هو دوت الريستوريشن. ده في حد ذاته ارت اند دنتستري، يعني ده مش دنتستري بس، ده مش طب بس، ده فيها فن ان انت تقعد ترسم وتحط مسمار طوله قد ايه ويمسك قد ايه وتصور وتلقط وتطلع الشغل ده. ده في حد ذاته فن. ده مش واحد واحد يساوي اتنين، مش احفر وحط زي ما الناس بتيجي تقولك ايه يا مش حفره وهنحط، لا خالص، القصه مش حفره وحط اطلاقا. ده ليها فن وليها مقاييس. يعني بص الحاله اللي انا لسه موريها لك، طلع السنان او الجدر الاسود البايظ ده طلع احلى من سنانه الطبيعيه. قولي لي بقى الحشوات بالليزر ده حاجه جديده حلوه وحشوات تجميليه دي. طيب نتكلم في الحشوات النهارده. ريستوراتيف كله. ما هو بقى احنا النهارده اللي هو ايه تعويض. انت بتتكلم سيرجنت في الريستوراتيف. الاستعاضه الكلمه الحرفيه للاستعاضه. طيب بص بقى، اولا هي مش جديده خالص. ده احنا اللي بنعتبرها جديده علشان في ناس لسه ما زالت بتحشي بلاتين والحشوات السوداء واللي داخل فيها فضه والكلام دوت. لا، الحشو بالليزر دوت حاجه كده ميدواي، هي تعتبر نوعا احدث من الامالجم، لكن هي ولا حاجه جنب الكات كام. يعني دلوقتي في طفره في الريستوريشنز، احنا عدينا، يعني لسه الناس بتيجي تقول الحشوه واللي بالليزر واللي بالضوء، يعني حاجه زي كده. انت متصور ديت اتعملت ازاي؟ برضو نفس المريض دوت راح للدكتور قال له لا ده احنا هنخلع. ليه نخلع؟ ده الدرس مطلع نتيجة زي الفل، ده ما يتخلعش. بس مش معنى كده ان اجي بكرة الاقي كل العيانين جايين يقولوا لي جايبين جذور يعني طالع عليها فطريات وتقول لي وملخلخة ومنفصلة وتقول لي اشتغلي. لا، بس دي يجي منها حاله ما فيهاش اي مشكله. صحراء، كيف نروي الصحراء؟ انا بتجيلي حالات اللي هو لا، ومثلا وملخلخ جريد فور اللي هو ايه؟ عالج خلاص. ايه؟ عالج ايه؟ ده انا في واحد قلت له انت لو عطست الضرس هيطير، انت بتتكلم في ايه؟ مستنيين دورين في الوانزه بس. حاله زي كده ولا فيها اي مشكله، بس هي بتاخد وقت، بتاخد تفكير، بتاخد ديزاين. لازم نعمل علاج جذور، لازم نعمل مسامير، لازم نعمل دعامه، لازم نرفع نرسم. طبعا انت لو تلاحظ الضرس مستواه اقل من اللي قبله، ليه؟ علشان الضرس اللي فوقه نزل قفل المسافه عليه، لان هو مكسر كده بقاله 10 سنين. يعني هو خلاص الضرس اللي فوق نزل يقفل عليه المسافه، فما ادانيش انا مستوى ارتفاع نشتغل احنا فيه. فحاجه زي كده دي تتعمل بالليزر، تتعمل ضوئي، تتعمل كل الحاجات الجديده. ده نيو تكنولوجي، بس في تكنولوجي معدي اكتر من كده بقى. ان احنا نعمل الريستوريشن دي كات كام، يعني دي بتتعمل بتتصور بجهاز 3D، بتتعمل بيطلع الحشوه، بتمسك انت الحشوه بتحطها فوق الجدر، خلاص كده بقت حشوه، تلزق خلصنا. دي الاحدث اقيم اقوى، بس
انت بتسالني على الحشو بالليزر، ده حشو ليزر. حلو قوي، حلو قوي. طب عايز اروح بقى لحته ثانيه، بما ان احنا اتكلمنا النهارده عن بعض الاشكال المشهوره قوي، من اشهر الحاجات في مصر دلوقتي ان اسنان تبقى مزدحمه. طبعا. على فكره دي بقيت اشوفها كتير موضه، علشان احنا زمان لما تيجي تشوف كده البني ادم مثلا من 1000 سنه او 2000 سنه او اللي هو البني ادم القديم خالص، كان بياكل الاكل مش مستوي، فكان الماسلز اوف ماستيكيشن يعني عضلات المضغ قويه جدا، تقدر تهضم وتقطع، فكان بيبقى فيه تريننج والدم اكسرسايز يعني للسنان، والدم بيوصل بقوه اكتر للاسنان، فالسنان هيلثي صحيه اكتر. دلوقتي ما بقيناش بناكل اكل، طبعا بقينا بنتكلم في الجيلي والجاتو والكلام الخفيف ده، ما بقاش في اكسرسايزز للسنان، ما بقاش في مستوى التنظيف الاحسن بالالياف، اكل الالياف بينظف السنان على فكره، ما بقاش في كده، فالسنان بقت ضعيفه، الاربطه ضعيفه، بقت السنان تركب على بعضها. بلس داخل فيها عامل جيني، زي مثلا الام حجم الفك صغير، الاب السنان كبيره، يقوم الطفل واخد الاثنين، يحصل له تراكب وازدحام. ده حله ايه طيب؟ الازدحام ليه، بص كل حاجه عندي ليها كذا حل، ما عنديش حاجه اسمها هو الحل ده ما فيش غيره، ولكن في ممكن نجيب حلول بديله. يعني مثلا ديت عندها مشكله ان الناب طالع فوق خالص، البنوته ديت قلنا ان احنا نعمل لها جهاز تقويم وننزل الناب دوت لحد ما يوصل للليفل بتاعه ونقدر نمشي بيه ونحركه. دي حاله لازم تتعمل تقويم، لان البدائل هتخسر، لكن كل حاجه وليها بديل. يعني السنه السنه ديت كبنت صغيره لازم الناب ينزل، نعمل عمليه ونفتح ننزله، ده اساسيات، ولكن كبدائل كل حاجه عندي ليها بديل. بس دايما اقول لك ده الصح 100%، اي بديل تاني هيخسرك. فطبعا اول حاجه للازدحام التقويم، دي اول حاجه، نزلنا الناب للمستوى المظبوط بتاعه. عظيم. التقويم عايز افهم كم نقطه فيه، يعني امتى نلجأ للتقويم؟ السن بدايته ايه؟ ولا مش السن، الاحتياج؟ الاحتياج. السن بالنسبه لي انا ملوش العامل الاول، الاحتياج هو العامل الاول. لكن السن، طب انا بعمل حالات عندهم 40 و50 و60 سنه وعندهم سكر وعندهم لخلخه، وبنقدر نوصل بالنتيجه حلوه جدا ونثبت الوضع ونجيب نتيجه احسن من اللي ابتدينا منها كمان. ولكن مش هي ديت التارجت، او مش هي دي القضيه، القضيه الحاله دي حاله تقويم فعلا ولا لا، دي اللي بتخلي الحاله تفاليير او تعمل مشاكل مع الدكاتره، هي حاله تقويم ولا متشخصه غلط. السؤال المهم، انت قلتي في كلامك كده ان في بدائل للتقويم، ايه بقى البدائل؟ ممكن نعمل تركيبات. يعني في بعض الناس بتيجي عندها ازدحام خفيف ووقتها ما يسمحش انها تعمل جهاز تقويم، او وضعها الاجتماعي ما يسمحش، او وضعها برضو وضعها الاجتماعي مثلا داخله على جواز ما يسمحش انها تركب جهاز. ايه الحل؟ بس ما تكونش حالات معقده جدا وفيها دروس مدفونه وفيها عمليه وفيها عظم وفيها قصص كبيره ونعملها فينيرز. ولكن ممكن حاله الازدحام تتعالج بفينيرز او تتعالج بتركيبات، ان احنا نبرد الاسنان وندي شكل متراص. يعني مثلا الحاله ديت الناحيه الشمال عندها ناب في سقف الحلق، انا من الناس اللي ضد خلع الناب بشكل يعني لا تتصوره، بس دي حاله نازله مصر 48 ساعه ولا يمكن هتستنى يوم واحد ومش جايه مصر تاني. الناحيه الشمال عندها طربوش، او الناحيه يمين المشاهد عندها طربوش، عنده حروف سودة وشكله مش جميل، وهم 48 ساعة اتشقلب انا اخلص الحالة ديت، نو واي قدرنا نعمل، وعايزة تقفل فراغات وعايزة تظبط لون، قدرنا نجيب النتيجة اللي هي عايزاها في 24 ساعة مش في 48 ساعة. ده شكل جيد جدا، رائع. يعني ولا يمكن تتصور ان هي خلعة او ان هي معدلة، وبص اللون الحجم يمين وشمال بقى زي بعضه، خط النص، الفراغات، الناب اللي كان في سقف الحلق طلعناه لبره، قدرنا نظبط وضع. يعني انا يعني الحمد لله هي طالعه راضيه جدا جدا، وفي 24 ساعه فعلا. في تطوير لانواع التقويم؟ يعني انواع بقى التقويم، في انواع مختلفه طبعا. التطور في كل حاجه في طب الاسنان دلوقتي، بقينا ممكن نعمل اجهزه متحركه شفافه بحيث ان ما فيش حد يعرف ان انت مراكب جهاز تقويم خالص. طبعا التطور موجود. عندنا في طب الاسنان التطور، انا متهيألي كل سنتين بتلاقي قنبله جديده. ما بنستناش بال10 سنين وال15 سنه.
المده على حسب الحاله ولا في تقريبا ثبات في المده على حسب الحاله. ولكن المده ديت حاجه فاريبل جدا، يعني ممكن نبدا حاله تقويم يعني مثلا حاله زي دي حاله ستوري، بمعنى اولا دي مدام اجتماعيا معروفه سنها فوق 60، عندها العضه المعكوسه، عندها تلون شديد في الاسنان، مستحيل تركب جهاز تقويم عشان وضعها الاجتماعي وعلشان وضعها النفسي، يعني مش منطقي، وعضه معكوسه كمان، يعني شغلها تقيل جدا. مش قادره اقول لك ان احنا عملنا فينيرز فوق وتحت وقدرنا نظبط بيها الشكل، بس ما عالجناش العضه المعكوسه، مستحيل تتعالج بالفينيرز عشان يبقى كلام منطقي. وظبطنا اللون، ظبطنا الشكل، انا مصوره وهي فاتحه بقها شويه، هي طالعه راضيه جدا مبسوطه جدا. الكلام ده حصل في زيارتين او في 3 زيارات، ظبطنا اللون، ظبطنا الشكل، ظبطنا الحجم يمين وشمال، كان عندها اسنان محتاجه ان هي تتزرع زرعنا، عملنا كل الكلام ده كله في 2 3 زيارات، خلصنا القصه دي كلها. ده بديل للتقويم. ولكن ما عالجش العضه المعكوسه، عالج كل حاجه الا العضه المعكوسه. وهي راضيه ومبسوطه مش متضايقه منها، هي عايزه لون، فراغات، دروس تتحط في مكانها عشان عندها اماكن فاضيه. هروح لمنطقه ثانيه، منطقه تغير اللون. حتى في الحاله دي كان في تغير اللون طبعا، يعني طبعا كل الناس بيغير اللون. كل الناس بتعاني طبعا، كل الناس. وهفاجئك اقول لك المدخنين بيعانوا، بس غير المدخنين كمان بيعانوا طبعا، وغير المدخنين بيعانوا. ده في ايجينج يعني ما تلاقي واحد عنده 60 سنه درجه لون سنانه، غير واحد عنده 20 سنه والاثنين سنهم سليمه. لا طبعا، ده الايجينج بيفرق. عارف ليه بيفرق؟ عشان طبقه المينا بتتشال، بتدخل على طبقه العاج. طبقه المينا اتشالت ليه؟ علشان خاطر الزمن، احتكاك. ده الجلد نفسه بيغير لونه بالظبط كده. الحاجات اللي انا الاكل والشرب، الاكل الحمضي ده شرب قد ايه؟ مياه غازيه في وقت عنده 20 سنه، وده شرب كميه قده، لانه 3 مرات قده اللي عنده 60 سنه. فطبعا دوت بيفرق. اللون بيفرق بالسن، مفيش حاجه اسمها واحد عنده مثلا 60 ولا 70 سنه ودرجه لون سنانه هتبقى بيضه زي اللي عنده 20 سنه. مش ممكن، مش منطقي. ايه الحلول بتاع التلون؟ التلون ده قصه، ده ممكن اطلع لك 20 حل. بس حاله زي كده مثلا، اولا انت عندها ازدحام وتراقب وتراكب، يعني اسنان راكبه على بعضها، عندها اسنان جري وتراكب وتراكب تراكب، وعندها كمان اسنان لو تاخد بالك لونها جري، يعني لونها غريب. لونها غريب لانها كانت بتاخد ادويه وهي صغيره خالص، مضادات حيويه مش مسموح انها تتاخد، ومش عايزه تعمل تقويم اسنان، ورافضه الرفض كلي وجزئي، وما فيش نو واي. قدرنا نعمل القصه ديت في حوالي 2 زيارات برضو، عملنا بردنا الاسنان بطريقه معينه، بس مش برد كامل، فينيرز بنبرد 0.2 أو 0.3. ركبنا فينيرز، ظبطنا مستوى اللثه، لازم نشتغل في الحاله ديت تجميل اللثه عشان نظبط الليفل فوق وتحت، جايبين نتيجه مرضيه جدا جدا الحمد لله. ما عملتش تقويم، ما عملتش اي حاجه، خدت وقت، هي 2 3 زيارات خلصنا القصه دي كلها. فتحنا لون اللثه، وصلناها للون الوردي المشرق الجميل دوت، وموضوع ما خدش وقت خالص. بس ده مش معناه ان كل واحد يسمع الحلقه دي تيجي يقولي مش عايز اعمل تقويم، لا، لكل مقام مقال. الحاله بتاعت التقويم لازم هتتعمل تقويم، الحاله بتاعت اللي ممكن يكون لها بدائل نعمل لها. بس دائما وابدا كل حاجه ليها الحل المثالي والحل البديل، دي الحلول البديله. عندنا في مصر مشكله كبيره في السنان الفروقات، بس طبعاً. في فرقه اللي هي فلجه السنان من قدام ديت، اللي هي السنتين دول، دي مش بسبب استخدام الخله، دي ساعات بتبقى حاجه وراثيه. يعني في حاجه اسمها الوتر الشفوي، يعني الوتر اللي بيبقى في الشفه من جوه دوت، بيفتح المسافه ما بين الاسنان الاماميه في خط النص. بتعمل الفلجه دي. طبعا بتعمل الفلق ده، اللي هم بيسموها بقى ايه طريق السعد. فلق السعد او مدخل السعد. والله اضحكت لسه واحده امبارح بتقولي انا خايفه سد ورزقي يقف، ففعلا ضحكتني. فكنت عايزه اقول يا جماعه والله الرزق ما هيقف، عشان اكيد الرزق ما بيعديش من هنا. طب ليه الرزق بيدخل من هنا؟ يعني ليه بيدخل؟ طب ليه ما بيدخلش كده؟ هو عاده ان الرزق بيجي في ممثل دلوقتي مش بيدخل بالبق. في ممثل شاب معروف عنده الحكايه دي، وفي اعلامي شاب عنده الحكايه دي، وممثل، في كذا حد مش وسايبينها. طبعا عشان ده بتدخل الرزق. رزق
مش اقتنعت مش اقتنعت هي ديت اللي معديه الفلوس. في زمان قوي مطربه وممثله بس انا ناسي اسمها، زمان كانت مثلت مع يوسف وهبي فيلم ولا حاجه، وكان ليها فرقه كبيره مسرحيه وبتاع، كانت ممثله مسرح، كان عندها فلق السعد ده برضه. شفت فلق اسمه فلق السعد. شفت وصلت لفين بفلق السعد ده؟ طب ما هو فلق السعد ده مشكله، خلي بالك ده حاجه اجلي يعني، دي حاجه لا انا اقصد اقول ان هو تماماً. تصليحه ممكن المريض ما يفهمش، يقول لك ما هو السنان هيكبروها له عشان يقفلوها. لا ما هو يكبروا يبقى يا اما تشخصها غلط يا اما اللي اشتغلها ذوقه مش عالي. لا ازاي، طبعا دي لازم تتعمل بحرفيه. بس انا قلت اول كلمه ايه؟ تتشخص صح. يعني الحاله دي ده الحاله مش فلق السعد ده خالص خالص خالص. ده دراع السعد ده كتير كتير دوت. الحاله ديت راحت انا رقم ثلاثة، قضت تقريبا عمرها كله عند الدكاتره بتقفل في فلق السعد دوت. ده ما ينفعش، دي متشخصة غلط. هي جات لك كده بعد ما راحت لقبل ده كده رجعني، راحت اتنين دكاتره وعملت تقويم وخلصته وجات لي كده انا رقم ثلاثة. طبعا ده كلام مش مظبوط. عارف ليه؟ لاول كلمه قلتها تتشخص صح. مفيش حاجه اسمها حط خطه علاجيه مظبوط بالظبط كده. مش مفيش حاجه اسمها عندك فلق حط بلاطات اعمل تقويم اقفل هتفتح حضرتك. ما هو انت ما شفتش السبب. عارف السبب ايه في القصه دي كلها؟ السبب فيه الوتر الشفوي. لازم الوتر الشفوي دوت يتشال، لازم المسافة تقفل، لازم نعمل تثبيت لفترة طويلة، لازم نعمل قص للثة بشكل مظبوط. المسافة قفلت 100% وبإذن الله مش هتفتح لأن هي تشخصت صح. لكن قصة أي فراغ حط بلاطات لم مش حاجة اسمها كده خالص. لازم يتعرف السبب إيه علشان تقطع الطريق على السبب دوت خالص. طيب بما ان احنا بقى كمان في قضيه ثانيه، قضيه خطيره اسمها الناب المدفون. انت عارفه برضه، انت عارفه كلمه المدفون دي؟ ده اساسا كده تحس ان في كبير. ايوه في موميا في قدماء مصري. زمان كنا بنعمل موسيقى تصويريه والله. الناب المدفون زي مثلا الكنز المدفون. بالظبط هو ده الكنز المدفون. السفينه المدفونه. حاسك داخل على تايتانيك كده. الناب المدفون دوت مشكله. اولا الناب ده شيء مهم جدا جدا في الوش بتاع البني ادمين كلهم. دوت ليه حاجه اسمها كاناين امينانس، دي اللي بتدي الشكل الشبابي وبتدي شكل الوش، وتلاقي يمين زي الشمال. كاناين امينانس دي حاجه مهمه جدا. فالناب المدفون دوت لازم ينزل، لان هو بينزل بالامينانس بتاعته بيظبط شكل العظم، بيظبط شكل الوش. ده حاجه مهمه جدا. يعني انا ممكن اقعد انزل في الناب دوت واتفر الوقت قد ايه. يعني السنه البنوته ديت عندها الناب دوت مش موجود، لو تاخد بالك القاطع ورا ضرس. والله الحته دي مهما شرحتها لي برضو انا بركز فيها قوي. بس ده فعلا ده قاطع، مفيش ناب. فين الناب؟ مش فيش ناب، مفيش ناب خالص. وملوش مكان كمان عشان ينزل. بالنسبه للعضه تحت، العضه مش مظبوطه لان اوريدي في مكان لدرس فوق ملوش مقابل. فاحنا بقى عندنا العضه مفتوحه، بقت بص السواد اللي موجود ما بين الفوق وتحت ده منظر مش منطقي. الناب بقى اللي تحت مش عارف يدخل يقابل ايه فطالع بره. فالعضه بايظه تماما. ديت علشان نعرف نشتغلها احنا اضطرينا ان احنا نفتح فوق كتير، يعني قرب المراخير، ونزلنا الناب براحة خالص لحد لما نزل اتعدلنا العضة عشان نوصل للشكل ده. يعني جبناه من قفاه. اهو اهو بص الناب اهو. بص انا بصاله عارفاه صاحبي. عارفه. وبص يمين وشمال احنا وسط تحت، وسط العضة قفلت وادينا دوران للفك. الحالة ديت فعلا طولت في الشغل بس فعلا جابت نتيجة مبهرة. منظر البق من بره والوش من بره بقى منظر بني ادمه صغننه عندها 21 سنه او 20 سنه. قبل كده كان منظر مش لائق خالص. هو ساعات الناب وهو نازل ما بيعرفش ينزل يكمل. ما بيعرفش يكمل. لا بيتعلق، يسموه الناب المعلق. ده حاجه بيبقى لوكد يعني معلق. اتقفل عليه. ايه بقى اللي قفل عليه؟ يبقى انت ما شخصتش صح من الاول. يبقى انت ما انتش عارف تقيم اتقفل عليه ليه وهيتقفل عليه امتى. يعني انت المفروض وانت بتشخص تبقى عارف انت بتشخص الحاله دي هتلوك ولا مش هتعمل لوك. لازم، ولو هتعمل لوك لازم تشيل اللوك قبل ما تنزله. ايه اللوك ده بقى؟ لوك يعني يا اما هتقابل حاجه قفلت عليه، في ضرس قافل عليه،
في جدور الاسنان اللي حواليه قافله عليه، في عظم قافل عليه، في حاجه عامله لوك. لكن ما ينفعش وهو هو نازل كده في حاجه قافله يجي بالزبط. ينزل يقف بقى. يعني لسه كان في حاله عندي انام السنان اللي حواليه عامله لوك، يعني الجدور المفروض الجدور تبقى واقفه كده جنب بعضها، لا قدر عامل كده. والدكتور حاطط على الناب بلاطه وعمال ينزل ما بينزلش. الجدور عامله كده هينزل فين؟ لوكد، مفيش مكان، في مثلث قافل عليه. هنقعد ننزل، بتقولي بقالي 3 سنين الدكتور بينزل فيه وما بينزلش. موضوع ابسط من البساطه، عملنا اشعه طلع الجدور دي مش الجناد ده مش هينزل، مستحيل ينزل. فلازم تفتح له طريق او تتوقع اللوك او تعمل اشعه قبل او اثناء لو المشكله ما حصلت فجاه او بدون توقع. بس هو الصح الحاجه اللي لازم تبقى من الاول عارف ده هيحصل 1 2 3، العلاج هيكون 1 2 3. طيب هروح للزراعه. عالم الزراعه عالم مثير طبعا جدا. عايز ابدا الاول في شايفه الناس بدات تفهم قيمه الزراعه ولا لسه برضو الناس ما فهمتش؟ انا بحب اسالك دايما على تقييمك لثقافه الناس. لا ما زال الناس تيجي تقول الزراعه شيء مخيف، هتحطي بشنيور، هتقومي زرعه الجدر بتاع السنه دوت بعنف، هتفسخي العظم، كلام كبير جدا. عارف اللي هو فعلا ما انت تسمع اللي قدامك تحس ياه كل ده انا هعمله؟ مش هعمل اي حاجه خالص من دي على فكره. موضوع ابسط من كده بكتير، واقعد اقول لهم الموضوع ابسط، الموضوع كانك بتحشي ضرس. المكنه اللي بنشتغل بيها بالعكس ده مكنه ابطا منها، هي اللي بتحط الامبلانت. الامبلانت دوت مانوفر مش معقده بالشكل ده، بس لازم تدرس. اول ما بتقول المريض لازم تدرس يخاف منك. ما هو ما ينفعش ده، انت المفروض لو بني ادم طبيعي تدرس المشوار دوت. انت رايحه الساعه 5 بتنزل من بيتك الساعه كام؟ هي دي دراسه الموضوع. الموضوع مش كبير بس لازم يكون محسوب. يعني انا داخله في طول 10، ازاي مثلا هحط امبلانت او زرعه طولها 13 مللي؟ طب هي دي الدراسه. انا داخله في عند الطول الفلاني هقابلني عصب، طب انا لازم اتوقع ان انا هعمل له استبعاد. هي دي دراسه الحاله. بس دي بتخوف الناس قوي. بس بتخوفهم ليه؟ مش عارفه. بس ده شيء طبيعي ان انت تدرس الحاله، لان انت لو رايح مشوار هتفكر البس ايه. بس صح يعني دي اقل، دي دراسه دي دراسه الوضع. هضحكك هضحكك. دراسه الحاله دي انت زي ما انت قلتي انه رايح مشوار صح كده؟ كلنا في حياتنا دلوقتي البتاع ده اللي هو انت بتروحي كاتبه جوجل ماب، في اتنين، في واحد دقيق راجل ابن حلال بيوصلك الاماكن، التاني فله عارفه. فالخطه العلاجيه والله انا افتكرت دلوقتي الكلام ده، ودايما لما تشوفي الكلام ده هتفتكري كلامي. الخطه العلاجيه حاجه من اتنين، لا اما خطه علاجيه محترفه زي الراجل بتاع جوجل ماب، الراجل المحترم اللي عارف الطرق كلها، يقول لك روح مثلا انا رايح الفندق الفلاني او رايح مثلا المشوار الفلاني، يقول لك روح في كذا، وتلاقيه بيكلمك في الوقت المناسب، راسم لك الخريطه صح، وتلاقيه وصلك فعلا صح. التاني ده انا ياما مشيت عليه، التاني اللي هو البايظ ده انا مش عارف اسمه ايه، انا بص لازم ابهدل الدنيا اللي بيدخلك كل شويه. ده ياما وداني في حته، انا مره وداني في حته يعني رايح لصديق عزيز علينا في مكان فلاني وكاتب كذا، وراجل بعت لي اللوكيشن بتاعه وتمام عزيز، وداني في حته يعني واقف بتخصصتين، دخلت مكان وطلع لي ناس بكلاب، حضرتك رايح فين؟ رايح فين ايه؟ مش دي بيت فلان الفلاني؟ لا ده دي الحته الفلانيه، ارجع ارجع، وده هو بيقول لي كذا اهو. والله ما انا بضحكك على ايه؟ الخطه العلاجيه بين المحترف وغير المحترف كده صح. ما هي ديت اللي بتعمل المشاكل مع العيانين، وهي ديت اللي بتعمل الـ 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 الفشل او بتعمل عدم التوقع. او واحد يرفع دكتور مثلا يرفع سقف الاحلام جدا 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 للدكتور والحاله للمريض، والحاله ديت مش مبشره خالص. لازم هي دي الخبره، مين اللي هيحط التريتمنت بلان او مين اللي هيحط الجوجل ماب زي ما انت وصفتها علشان نوصل صح من غير معاناه. ويقول لك بقى ان انت هتوصلي كذا والطريق كذا، وفي مش عارف ايه، وفي بقى بنزينه هنا، وفي الطريق هياخد 42 دقيقه، هيحصل ورم، هيحصل كذا، والطريق هياخد كذا بالظبط بالظبط. طيب بالزبط. الزراعه تصلح لمين؟ او بشكل اخر ما الذي لا يصلح له زراعه؟ لا يصلح له صعبه، قليلين جدا جدا جدا. لكن ممكن نعكس السؤال بطريقه مبشره، كل الناس تسمح لها الزراعه ما عدا الناس اللي هي عندها مشاكل
كبيرة قوي، يعني مثلا بياخد جلسات كيماوي أو إشعاعي ولسه شغال فيه، وعلى فكرة برضو ممكن بس يكون خلصه مثلا من 6 شهور. زي مثلا حد عنده مشاكل كبد وكلى وقلب وسكر مش مظبوط، يعني عارف ايه لما تحس الامور هنظبط الحاجات اوفر قوي بس برضو هنظبط وبعد كده هنيجي نعمل. لا تصلح نهائيا لا، لكن ممكن تصلح بعد مرحله تظبيط. هل الزراعه ليها انواع؟ طبعا، يعني كلمه طبعاً. انواع تايبنج طبعا ايه بقى؟ ليها انواع، ويا ريت العيان يدي فرصه للدكتور يقول له الانواع المناسبه لحالتك ايه. لان انا بقيت اجي اقول لك ايه، انا عايز السويسري، انا عايز الالماني، انا عايز الامريكي. بقيت اسمع حاجات اللي هو جاي ومصر ومقتنع، في حد قال له ان هو دوت الساعه السويسري مفيش اعلى منه. يا فندم ده في الساعات، لكن مين اللي قال ان دوت مفيش اعلى منه؟ يجي واحد يقول لك لا الامريكي لا يعلى عليه. طب مين اللي قال لحضرتك؟ ايه مواصفات الزرع؟ وبعدين الزراعه فيها عالم، انت ممكن تلاقي الحاجه مكتوب عليها ميد ان جيرمان وهي تبقى ميد ان حاجه تانية خالص. مين اللي قال ده؟ لازم تبقى شركه معتمده، لازم تبقى جايبها من المصدر، لازم تبقى متاكد منها 1000000%، لازم تبقى مذاكر السيلف تريتمنت ومذاكر الزرعه دي معموله من ايه ومتعقمه ازاي وشكلها ايه من بره ومواصفاتها ايه وتنفع ايه. ده انت عندك نفس نوع الزرعه فيها 10 15 شكل، هل دي حاجه انت تعرفها مثلا؟ نفس الزرعه ونفس الموديل ونفس الطول ليها 15 شكل، في المثلثي، في الهرمي، في السلندر يعني نازل كله مخروطي، مخروطي لا السلندر يعني زي الانبوبه تبقى نازله زي الانبوبه اسطوانيه لازم في بقول لك 15 شكل لنفس الزرع ونفس الطول ونفس العرض. مين بقى اللي هيقرر الكلام ده؟ مش حاجه اسمها حطي لي الامريكي حطي لي السويسري، لا لازم ادام واثق في الدكتور اللي انت رايح له سيبه يقول لك الانسب لحالتك انت ايه. هو دوت الصح. الاشعه المقطعيه، هل احنا بنبالغ لما نقول انها مهمه جدا في الزراعه؟ هل احنا متحيزين قوي للاشعه المقطعيه يعني عشان عندنا جهاز اشعه مقطعيه مثلا؟ يعني انا واحده اللي عندي اشعه مقطعيه، ده مصر كلها بقى عندها دلوقتي جهاز اشعه مقطعيه. لا بص، لما بتحصل المشكله بتندم زي بالظبط ايه؟ لما تنزل كده وتسيب مفتاح العربيه جوه العربيه وتقوم قافل وزي الفل وتروح بعيد وترجع تلاقي العربيه قفلت، ساعتها تقول ايه؟ يا ريتني ما كنت عملت في نفسي كده، صح؟ انا من الناس بتلبس المفتاح على فكره خاتم عشان الموضوع دوت عامل لي عقده نفسيه. اول ما اتحرك العربيه لازم المفتاح البسه زي الخاتم. حسيت ان انت حصلت لك ده كتير. لسه حاصله من يومين والله العظيم ازاز وحاجه. يا خرابي يا هعمل ايه؟ ما هو دي مواقف ترجع تقول ايه يا ريتني ما كنت قلعته من صباعي، انا بلبسه زي الخاتم، ما انا ما بتحركش المفتاح في ايديا. دي بالظبط نفس فكره الاشعه المقطعيه. بعد ما بتحصل مشكله بتندم، بتقول ايه ده انا بوظت الطبخه على رشه ملح. لا، ادام داخل تعمل عمليه او داخل تعمل حاجه مكلفه او داخل تحط حاجه في العظم، يعني حاجه هتبقى جوه جسمك، حاجه انترنال، الموضوع ما فيهوش هزار. الموضوع لازم يتعمل صح علشان ما تندمش في الوقت اللي هو مش هينفع فيه الندم. غير حاجات كتير انا بحب احط الحاجه في مكانها، بس فرضا جدلا عملت حلو حشوه فرضا جدلا دي من غير اشعه مقطعيه وقابلت مشكلة. عجبتني فرضا جدلا. ايوه فرضا جدلا، هيحصل ايه؟ هتعيد الحشوه، صح؟ الدنيا ما وقعتش يعني الموضوع مش فظيع، ولكن هو غلط، ما قلناش انه صح. وانس ان انت محتاج علشان حشوه فيها مشكلة ما أو الجدر فيه مشكلة ما أو العظم، ودي حالة تستحق مقطعي، هتتعمل مقطعي. حالة ما تستحقش ملوش لازمة. يعني حالة زي كده، الحالة ديت شخص عزيز عليا جدا على فكرة، قعدنا يعني نقاوم معاه. الحالة ديت جاية تعمل تركيبة أو جاية تعمل حاجة تجميلية. أنا شكيت بخبرتي 24 سنة قاعدة بسمع، أنا شكيت الموضوع دوت فيه حاجة مش طبيعيه، شكل السنان في حركه كده في السنان، في حاجه كده انت بتحسها، عارف انت بتحس ان دي شغلتك 24 سنه قاعد في بق العيان بتحس بحاجه غيامه كده. صور مقطعي الراجل دوت، لا طب وليه ومش ليه؟ حطي لي طرابيش، طب حطي لي ايه؟ طب اعملي لي ايه؟ 24 سنه قاعد في بق العيان، 24 سنه قاعد سنان بس، ما خدتش اسبوع اجازه، مش معقول. فانا لما شكيت عملت اشعه مقطعيه، على فكره دي بانوراما بتاعت المقطعيه، في حاجه فوق هنا. بص انت فوق بقى، بص الدايره السوداء اللي عامله زي ما تكون
في مراخير طالعه كده في في بقه في حاجه ضلمه كبيره. تخيل دهني. ده كيس دهني. تخيل بقى الكيس الدهني ده منين؟ من اول اكبر ضرس يمين اللي هو رقم 6 لحد رقم 4 الناحيه الثانيه. تخيل انت عديت خط النص، انت ماشي بكيس انت حقيقي لازم نحلل الخرافي. كمان لا يكون ورم. لا 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 هو مش ورم، بس انا حللته بس هو مش ورم. ده كيس دهني معروف وكمان واخد من بره لحد سقف الحلق من جوه. يعني انت بتتكلم في حادثه. دي لو كنت مشيت على كلامه وعملنا طرابيش وفضل المشكله موجوده، يجي بعدها يقول لي بينزل دم، بينزل مده، بينزل واتيفر، بينزل، تقول له ايه؟ انا نسيت اعمل اشعه، ما خدتش بالي. لا والله اعذرني، المريض ما عندوش الكلام ده. فيش الكلام ده صح، فيش الكلام ده. انا بعد بقول لك ما اتفقنا، نسيت اعمل تحليل اللي ما عرفتش ان انت عندك غده كده. هي وانا والي وانا اعرف بس دي إيه؟ بقى الحاله دي تضحك على اي دكتور ما عندهوش انف اكسبيرينس. ليه؟ العيان جاي ما عندوش اي شكوى، عنده كام سنه كده عايزين نغطيها بطرابيش، الموضوع بسيط، الموضوع سهل. بس دي بقى فيها اكسبيرينس، ان انت تحس كده ان في حاجه قلق. دي بقى الاكسبيرينس اللي في الموضوع. يعني دي لو كنت انا مشيت على كلامه وركبنا بريدج زي اللي هو عامله في الناحيه اليمين ديت، وكنت انا طوعت وعملت يمين زي شمال، كنت انا هبقى دخلت دخله مش حلوه خالص. فلازم الدكتور يبقى عنده الانف اكسبيرينس يقول لك انت حاله ايه، طريقك ايه. وبعد ما عملنا الاشعه بتاعته وشفنا القصه دي، الحاله اتحولت من فينيرز او بريدج، من تجميل لحاجه علاجيه. وكمان شلنا الكيس الدهني ده، حطينا كميه عظم كبيره مش قليله، حاطين حوالي 4 جرام عظم على فكره، ده رقم كبير جدا بالنسبه لشغلنا. ان انت عندك الكيس الدهني ده من بره، من ناحيه بره، من ناحيه الشفه، واخد لحد نص سقف حلقه. كل دوت شلنا ونظفنا، بقى قدامنا حفره. عارف الحفره اللي هو هتقعد تقفل تقفل تقفل؟ ده طبعا الاشعه المقطعيه هي بالظبط اللي هو لازم تتعمل علشان تعمل شغل حلو، ما تندمش وقت ما تكون خلصت كل حاجه وملوش لازمه الندم. امتى اعمل لودينج بقى؟ لودينج حلو. اللودينج دي اللودينج ده تركيب اللودينج. انا ركبت الزرعه احط عليها السنه بقى اللي تركب فوق الزرع عشان تبان السنه دي. النبي سيب لي اللودينج ده. النبي انا بس بشرح للناس قرار خبراتي في الاسنان. الناس بتيجي كلها ايميديت لودينج. انا لسه النهارده لسه الراجل بيقول لي انت بتقولي في الحلقه بتاعتك ان انت بتطلعيني باسنان. عايزين نزرع عظم، عايزين نعمل استبعاد للعصب، عايزين نعمل تكثيف للعظم يعني نتخنه. عنده سكر، عنده مشكله في الكبد، فوق ال 65 سنه، عايز يعمل immediate loading، احنا بنهزر. لا كده كده ما فيش حاجه في الكتاب ناقصه. يعني كده انت مذاكر الشابتر من اوله لاخره اللي هو الكونتر انديكيشنز اللي هو مش هيحصل. ما ينفعش، ما ينفعش. حتى انا قلت له، انا في كل حلقاتي قلت في حالات لا يصلح لها، ما ينفعش، دي حاله استحاله، دي لازم الزرع تبقى حلوه. دي حاله استحاله. انت بتقولي النهارده كلام اقسم بالله شاعر يعني يعني حلو قوي. انت دي تاني حاجه اتقلتيها من شويه برضو، كان في حاجه كده جمله جميله. فرضا جدلا، فرضا جدلا، دي حاله استحاله، ده احنا لازم نكتب. انا بقول له احنا ناخد الكلمات دي. تمام. ليه بقى؟ انا نفسي بقول للناس ايه، علشان انا ما احبش اسعر حد. ماشي نعمل عليها immediate loading ماشي، بس الزرعات دي هتبوظ. يبقى انت يبقى لازم تبقى متقبل ان نسبه ان الزرعات دي تبوظ 95%. هتبوظ هتبوظ، متقبل نعمل immediate loading ما عنديش مشكله، بس بالعقل. هل ده معقول؟ يعني معقول تتعب عشان تطلع الجبل؟ او ما تطلع الجبل تقول خلاص والله اصل انا ما كانش ليا مزاج انزل تاني. طب استمتع طيب بالحاجه اللي احنا عملناها. ما ينفعش بعد كل هذا المجهود وتقول اصل ما كنتش ده اللي انا عايزه. حرام. ما هو لازم لما تعمل حاجه تبقى فعلا هي ديت اللي انت عايز تعملها، وهي ديت اللي هتقدر تستفيد بيها وتستمتع بيها. افرض انسان فقد سنه وقال لك مش مركب، مش زارع، مش باينه. انا لسه شايف امبارح ازاي يعني في ناس كتير قوي كان عندهم سنان مفقوده ومطرنشين خالص. لسه شايف فيلم امبارح، ممثله في الفيلم وليها دور المفروض انها ايه، دور دكتوره. هو فيلم ما اتفرجتش عليه كتير بس فيلم حلو الحقيقه يعني. وفوجئت بالبروفيل كده من الناحيه اليمين انه ما فيش سنه موجوده. هو بقول لك الفيلم ده اسمه ايه بعد كده. والمهم ان الفيلم ده للمخرج من عباقره الاخراج في مصر.
له مدرسه خاصه. ايه بقى يعني ليه؟ انا اللي عايز اسال ايه بقى. ليه حد يبقى عنده سنه مش باينه في يعني باينه مع الابتسامه باينه من التصوير؟ انا امبارح كنت في مكان سهرانه فيه، مكان راقي جدا جدا، فجت واحده قاعده في الترابيزه اللي جنبي شيك جدا جدا، حصل حاجه ضحكت. اول ما ضحكت انا كنت عايزه اقوم اديها رقم موبايلي. والله كانت صعبانه عليا. اول ما ضحكت لقيت لك النبين مش موجودين، فراغ كده اسود واسنان اللي قدام مكسره، منظر مخيف اللي هو ايه ازاي ازاي طب ليه يعني ايه 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 اللي يخليها بالشياكه دي وبالجمال دوت وبالرقي دوت في مكان بالمنظر ده؟ طب يعني ما تضحكش خلاص، ما تضحكش تاني خالص. اول ما ضحكت لقيت نفسي عيني عملت كده اللي هو انا لقطتها في نفس الثانيه. ليه؟ مش عينك بس على فكره، انت مش عادي يقول لك اصل الدكتور السنه اللي فاتت، لا اي عين بتلقطها طبعا. ليه؟ علشان ايه؟ ما عندهاش وقت مثلا؟ غير منطقي. المنطقي الوحيد ان انت تحاول، ولو فشلت تحاول تاني. انا ما عنديش مبدا الفشل ده خالص، هتحاول تاني وان فشلت هتحاول تالت، لكن ما حدش يمشي كده ابدا ابدا. طب سنه واحده بس، السنان السنان عندها اللي قبلها واللي بعدها، اللي هو قبل وبعد مكان فاضي يبداوا يميلوا، اللي تحت هتبدا تطلع. يعني احنا المشكله مش انك تركب سنه، المشكله ان انت الهارموني بتاع البق هيبوظ. طب ليه تسيب الهارموني بدل ما انت بعد كده هتروح تزرع؟ ده انت هتروح كمان تعالج السنه اللي قبلها واللي بعدها. اللي تحت هتبدا تعالج كل الهارموني ده عشان توصل لحاجه مظبوطه. يعني دي مش 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 شطاره ان انت تسيب تقول مش مهم ما جاتش على سنه، لا ده اللي قبلها واللي بعدها تحت وفوق كل ده باظ، الهارموني بتاع بقك باظ. دلوقتي في ناس ممكن تجي لك دي كان يعني برضو على فكره انا بتهيألي الحته دي لسه، وده ما طريق طويل اللي هي زراعه الفك بالكامل دي، بتهيألي ده طريق طويل لسه قوي. طريق طويل لمين؟ لانه ناس عندها ثقافه ان انا ممكن اروح ازرع فك بالكامل. انا بتهيألي لسه قدامنا سنين او فتره مش قصيره عشان نفهم الناس قيمه زراعه فك بالكامل، لانه الفك بالكامل يقول لك انا هركب طقم. هي دي فيها مشكلة ان الناس دايما تيجي تقولك ايه طب كفاية اتنين بس يكونوا زرعات نوع حلو ويشيلوا البق على بعضه. مفيش حاجة اسمها كده، حاجة اسمها وزنة. يعني في ينفع تطلع عمارة 12 دور على عمودين؟ ما هو برضو في منطق. لا ما تنفعش طبعا. هو شوية الناس ما عندهاش ثقافة ان الدكتور ياخد قرار، ما عندهاش ثقافة ان ده ما ينفعش. دايما المريض عنده نظرية التخوين، يخون الدكتور. هو بيعمل كده ليه؟ هو بيستغلني. طب ما هو ممكن، ما هو فلانة زرعت العمارة على عمودين. مش حاجة اسمها كده، مش منطق. يعني حالة زي كده السنان اللي يمين وشمال مكان الفاضي حالتهم وحشة، تحت حالتهم وحشة، تفتكر ان انا عرفت مثلا اقنعه ان احنا نتكلم في الفك الكامل او رافض المبدا تماما. ده بلس ان كميه العظم قليله، احنا احتاجنا نكثف العظم شغل كتير جدا، بس المريض ان هو يقبل ان انت تقول له انت الايديال بتاعك كذا ما بيقبلهاش. ليه مش عارفه؟ عشان كده بقول لك نظريه التخوين. ليه ما اعرفش. الحاله ديت لازم كان يزرع المكان اللي مفقود، لازم يعالج السنان اليمين والشمال والسنان اللي تحت. الحمد لله قدرت اقنعه اكتر حاجه ممكنه، بس انا شايفه كان ممكن اعمل احسن من كده. يعني انا شايفه ان كان ممكن اطلعها اجمل، بس ده بعد اقناع. خدت بالك الشفه وهي مشدوده مفيش مكان ما بين الشفه والسنان؟ الحاله دي كان لازم يحصل تعريض اكتر للفك، السنان تنزل اكتر من كده عشان لما يبتسم تبان مساحه اكبر. بس دي المريض رفض كل الرفض. لك دايما برضو زي ما بقول لك ايه، ليه هتعملي كده؟ ليه تكلفيني على العظم ده كله عشان اجيب النتيجه المثاليه؟ هو مبسوط جدا وراضي وسعيد وشايف ان النتيجه دي هايله. انا بقول لك لا، في احسن من كده كان ممكن يجي. نورتيني وشرفتيني وسعدتيني كالعاده بحوارك الممتع جدا. النهارده احنا استمتعنا بالانتقال عبر اجزاء كتير، من اول انا مش طبعا الحوار ما شاء الله طويل، ف من اول بقى التلون الاسنان مرورا ب التقويم. النهارده ادينا له حقه جامد قوي قوي، ما حدش بيقول لي ما جبتيش التقويم. لا التقويم اللي هو ده ابننا ما نقدرش نسيب. ووصولا برضو بالزراعه، ومشينا على الكراودنج، الازدحام،
في بقى حاجات كمان بقينا محددين فيها جدا زي النابل المتعلق او النابل المدفون مش عارف ايه. اكتر حاجه جديده اتكلمنا فيها البناء فوق الجدر. البناء فوق الجدر طبعا اللي هو الريستوراتيف اللي انا تفوقت فيها صح. اللي انا قلت لك فيها لان انا يعني في ناس كتير بدات ترى فيا دكتور سنان خفي. ايوه التالنت انا مؤلم. التالنت الله يكون في عونكم. ربنا يخليك. انا احييكم جدا كاطباء اسنان لان كنتوا سيكتور من الناس بيشتغل بجهد غير عادي. التوطيه وان انا اقعد اشتغل تحت ستريس وخايف العيان يتالم ومش عارف ايه وبعدين بشتغل بايدي مفيش اي حاجه تانية. لا والعيان صاحي وشغال بقى 14 15 ساعه ومفيش لا والعيان قاعد بره وانا لازم اكشف وانا لازم اعمل وانا عندي الم فانت لازم تمشيني من غير الم ما عنديش سنه. لا الله يكون في عونكم. ربنا يخليك. تحيه خاصه ليكي وليكم كطب الاسنان. بلا شك ضيفتي العزيزة الأستاذ دكتور إسراء سعيد مبدعة في واحدة من حواراتها الممتعة في حديث الأسنان اللي نقدر نقول عليه دفتر أحوال دكتور سنان. خليكم دايما مع الناس الحلوة.